مرحبا بكم عبر المنصة التربوية السورية من المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. أرحب بكم في جلسة امتحانية للصف التاسع. أنا منسقة المادة راغدة محلة، معي الأساتذة الأستاذ أيمن بهيج، الأستاذة نور كامل، والأستاذة مروة الحموي. أهلا بكم من تربية دمشق. طبعا سنقوم بمراجعة سريعة للوحدات، وحدات الكتاب التي ستكون ضمن امتحاننا لهذا العام، هي الوحدات السبع الأولى. بداية سنبدأ بوحدة الفلك، وبشكل سريع أيضا سنتوقف عند أهم النقاط التي يحتاجها الطالب. بداية من صفحة 9 هناك تفسير لسبب اختلاف مدة السنة المريخية عن مسيلتها مدة السنة الأرضية. صفحة 9 إذا سمحتي أنسة رشا. طبعا السبب هو واضح، هو اختلاف البعد عن الشمس. طبعا كوكب المريخ أبعد عن الشمس، ولهذا فإن مداره أكبر. صفحة 9 فإن مداره أكبر ودورته تكون حول الشمس أطول، ولهذا تختلف مدة السنة المريخية. صفحة 9 صفحات الكتاب سننتقل الآن إلى صفحة 10. طبعا أنا فقط ليراها الطالب أمامه على الشاشة عند العودة إلى الملف. تمام، الإجابة واضحة هنا. سبب اختلاف مدة السنة المريخية عن مسيلتها مدة السنة الأرضية. المريخ أبعد من الأرض، المسافة التي يقطعها في دورته حول الشمس أطول من المسافة التي تقطعها الأرض، وهذا هو السبب. طبعا سننتقل مباشرة إلى بنية المريخ والفرق بين بنية المريخ وبين بنية الأرض. إذا سمحتي أنسة نور، الفرق بين بنية المريخ وبنية الأرض. طبعا كما واضح لدينا بالشكل صفحة 11 سنلاحظ التشابه بين المريخ والأرض، كلاهما لهما قشرة، لهما غطاء، نواة داخلية، في حين نلاحظ أن الاختلاف هو في النواة الخارجية. الأرض لها نواة خارجية بينما المريخ لا يمتلك قليلة. نواة خارجية. نعم. للأسفل قليلة. طبعا نتقصد الإبقاء على الشاشة حتى يراها الطالب دائما. طبعا الغلاف الجوي أنسي مروة، الغلاف الجوي للمريخ والفرق بينه وبين طبعا يختلف تركيب الغلاف الجوي للمريخ عن الغلاف الجوي للأرض، حيث أن الغاز التركيب الأعلى في يعني الغاز الأعلى نسبة في المريخ هو غاز CO2، غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما يعني بالهواء الموجود بالأرض فهو غاز النيتروجين. نعم. صفحة 12 تفسير ارتفاع درجة الحرارة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للمريخ أثناء العواصف الترابية. إلى الأسفل الإجابة، إلى الأسفل أيضا. هذا هو السؤال، تفسير ارتفاع درجة الحرارة في الطبقات العليا. أستاذ أيمن. طبعا طبعا هون بالنسبة كونه حالة غبار عم تكون في، فعم بيكون عنا تعمل جزيئات الغبار العالقة في الجو على امتصاص أشعة الشمس، مما يتسبب برفع درجة حرارة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، بينما تشكل طبقة نفس طبقة الغبار العالقة في الجو حاجز يمنع وصول أشعة الشمس إلى سطح المريخ، مما يسبب انخفاض في درجة الحرارة. يعني عم تكون على شكل العازل، إذا أخذناه كمقياس الطالب بس فكر فيها تفكير، إذا رسم مستطيل، سطح المستطيل أو القسم الأعلى المستطيل يختلف عن الأدنى، الطبقة هي معيقة تمام، واللي هي غبار تعيق وصول الأشعة، وبالتالي درجة الحرارة ستكون منخفضة على سطح المريخ، مرتفعة في طبقات الجو العليا أو عند أعلى طبقة الغبار. نعم، هذا هو سبب الاختلاف. طبعا بالنسبة لفصول المريخ هي شبيهة تماما بفصول الأرض. تمام. هي شبيهة كثيرا بفصول الأرض. طبعا السبب الأساسي هو دوران كوكب المريخ حول الشمس. طبعا هناك سببان متلازمان، لا يصح للطالب أن يقول سبب ولا يقول السبب الآخر ليستحق العلامة كاملة. تمام. لأن سبب واحد لا يكفي لتعاقب الفصول. السبب الأساسي هو دوران المريخ حول الشمس، السبب الآخر هو ثبات ميل المحور طبعا على مستوى المدار. تمام. بعض الطلاب يقولون ثبات ميل محور المريخ على مستوى مداره حول الشمس بنفس الدرجة، والبعض يقول ثبات ميل محور المريخ على مستوى على المحور الأفقي. تمام، على المحور الأفقي. فالإجابتين صحيحتين. طبعا إذا انتقلنا إلى مظاهر السطح صفحة 14 هي فقط أن عوامل التشكل. طبعا أنسة مروة، أنسة نور عفوا، ولا يهمك. عوامل تشكل طبعا تضاريس على سطح الأرض هي تتشابه مع عوامل تشكل تضاريس على سطح المريخ، فلدينا عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الخارجية تتمثل على سبيل المثال بدرجة الحرارة، الرياح، الجليد، المياه،
لكن هنا يوجد اختلاف بالمريخ هو اصطدام النيازك، وهذا ما موجود عندنا في العوامل الخارجية في الأرض. فلدينا اصطدام النيازك هو عامل اختلاف ما بين المريخ والأرض بالنسبة للعوامل الخارجية، في حين أنه عندنا العوامل الداخلية متشابهة تتمثل بالبراكين. طبعا بالنسبة للفوهات التصادمية أسمر، والفوهات التصادمية كانت الأساسية أو الثانوية؟ بالنسبة للفوهات التصادمية بالنسبة للفوهات التصادمية اصطدام النيازك أو الكويكبات بسطح المريخ يتسبب بإحداث فوهة تصادمية أولية، يعني هي فوهة كبيرة جدا. التناثر الركام على أطراف الفوهات هو الذي يتسبب بفوهات تصادمية ثانوية. إذا سبب تشكل الفوهات التصادمية هو اصطدام النيازك أو الكويكبات بسطح المريخ. نعم. بالانتقال إلى صفحة 16، الحركة التراجعية، طبعاً الحركة التراجعية ظاهرية، هي ليست حقيقية وإنما هي حركة ظاهرية، سببها الأساسي صفحة 17 الإجابة واضحة طبعاً السبب، عفواً إلى الأعلى أستاذ أيمن، سبب الحركة التراجعية. تمام. المريخ هو كوكب خارجي بالنسبة للأرض، فهو أبعد منها عن الشمس، وهذا يعني أن مداره أكبر وسرعات دورانه حول الشمس أقل من سرعة دوران الأرض، لذلك يبدو للناظر له من الأرض وكأنه يتراجع، والحقيقة هي أننا نحن ندور أسرع من نرجع شوي بس أنسى إلى الصورة فوق صفحة واحدة بس يعني إذا سمحت هون. تمام. طبعا تم تمثيل الشكل من خلال الحركة التراجعية من خلال هذا الشكل، يلاحظ الطالب بالأرقام 1 2 3 4 5 هو دوران الأرض، يشبهه بالرياضيين في المضمار، أنه الرياضي في المضمار القصير يدور بسرعة أكبر من الرياضي اللي مداره أكبر أو مضماره أكبر، لذلك بيصير عند الرقم 3 اقتران، بلاحظ رح أبدأ من 1 يجد المريخ أمامه، ثم تقل المسافة بالرقم 2، بالرقم 3 كما يقال بعلم الفلك اقتران كوكب الأرض مع المريخ، بأربعة وخمسة هنا تظهر الحركة التراجعية، فالناظر من الأرض إلى المريخ يرى لسرعة الأرض أن المريخ لا يتحرك. طبعا السبب هو أن الأرض أقرب إلى أقرب الشمس. طبعا السبب الأساسي الكوكب الأقرب مداره أقصر وسرعته أكبر. تكون أكبر. تمام. طبعا يعني كل دورتين للأرض هي دورة واحدة للمريخ. نعم. تمام. نعم. هذا بالنسبة لدرس المريخ. سننتقل إلى رحلة الأرض المحورية، طبعا أهم فيها طبعا نتائج حركة الأرض المحورية واضحة، لن نتوقف عندها. خط التأريخ الدولي أيضا أنه هو الأساس، يختلف يوم كامل. سننتقل إلى مسائل التوقيت إذا سمحتي أنسي رشا، ملف مسائل التوقيت. طبعا قمنا بإعداد مسائل مختلفة عن مسائل الكتاب لنوضح لكم بالتفصيل أحبائي الطلبة كيف نقوم بحل مسائل التوقيت. سنعود إلى بداية الصفحة إذا سمحتي. طبعا هناك أساسيات وضعناها لكم في مسائل التوقيت يرجى التركيز عليها بشكل كبير، أن كل 15 خط طول هو حزمة ساعية واحدة، خط الطول الواحد يحتاج إلى 4 دقائق ليمر أمام الشمس، فواضحة أمامكم. إذا اتجهنا غربا ينقص التوقيت، إذا اتجهنا شرقا يزداد التوقيت. الكثير يظنون أن الاتجاه غربا أو شرقا له علاقة أيضا بخطوط الطول، النقصان والزيادة فقط للساعات للتوقيت، خطوط الطول لا علاقة لها أبدا بهذه المعادلة. وضعنا لكم مسائل، طبعا هي 4 مسائل لأربع حالات في التي ستأتي الواردة. طبعا أول حالة هي أننا سنحسب التوقيت في حال مدينتين في جهة واحدة، واضح أمامكم بالرسم، خط غرينتش واضح 0، المدينة ألف أسميناها والمدينة ب، المدينة ألف تقع على خط طول 45، التوقيت فيها 4 مساء، المدينة ب واقع على خط طول 75 والتوقيت هو ما نريد أن نقوم بحسابه. دائما الطالب عندما يقرأ المسألة إذا رسم بهذه الطريقة خط غرينتش والمدن طبعا ووضع فورا أننا باتجاه الشرق يزيد التوقيت باتجاه الغرب ينقص التوقيت، سيسهل لديه الحل. طبعا نريد حساب التوقيت هنا، دائما نبدأ بشيء هو المعلوم، المعلوم لدينا في هذه المسألة هو خط طول المدينتين ونريد حساب التوقيت، فمباشرة نذهب إلى حساب فرق خطوط الطول بين المدينتين. ننتقل إلى الحل أنسي رشا، طبعا حساب فرق خطوط الطول بين المدينتين لمعرفة فرق التوقيت بينهما، لاحظوا هي خطوة أولى، البعض يصل إلى فرق التوقيت ويتوقف ويظن أن هذا هو التوقيت للمدينة، لا، هناك متابعة للحل. نبدأ
طبعا طرحنا خط المدينة 75 الخط الآخر 45 30 خط طول، هذا يعادل بديهيا نستطيع أن نقول حزمتين ساعيتين، ويستطيع الطالب أن يكتفي بكتابة حزمتين ساعيتين لأن كل حزمة ساعية هي 15 خط طول من دون أن يدخل إلى تفاصيل كيف حسب الحزم الساعية، ولكن إذا حسبها أيضا صحيحة. هناك طريقتين لحساب لنحول خطوط الطول إلى دقائق وساعات. الطريقة الأولى طبعا نقوم بالضرب بأربعة. لماذا أربعة؟ هي الأربع دقائق التي يحتاجها خط الطول الواحد ليمر أمام الشمس. ظهرت النتيجة، نريد أن نحولها طبعا إلى ساعات، من دقائق إلى ساعات نقسم على 60، فساعتين هو نفس فرق التوقيت. لاحظوا بشكل حساب ذهني تظهر النتيجة نفسها، وطبعا ليس هو توقيت المدينة ب، تقصدنا كتابتها لأن البعض يظن أن الساعة الثانية هي توقيت المدينة ب وانتهت المسألة، لا سنتابع. لكن هناك طريقة ثانية وهي الأسلس للطلاب، أن نأخذ خطوط طول نقسمها على 15 و15 هي هنا الحزمة طبعا عدد خطوط الحزمة الساعية، طبعا نفس النتيجة ساعتين. مباشرة نطرح التوقيت. لماذا طرحنا التوقيت ولم نجمعه؟ لأننا نتجه نحو الغرب وهذا هو الأساس، فواضح التوقيت هو الثانية مساء توقيت المدينة ب. هذا في حال المدينتين في نفس الاتجاه، إما غرب غرينتش طبعا أو شرق غرينتش. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي الحالة الثانية عندما تكون كل مدينة في جهة، مدينة في غرب غرينتش ومدينة في شرق غرينتش. لاحظوا بنفس الطريقة نريد الحساب أيضا، الاختلاف بالحل نحسب فرق خطوط الطول. ننتقل إلى الحل، طبعا هنا جمعنا. لماذا جمعنا؟ لأن كل مدينة، إذا سنعود إلى الرسم مرة أخرى إذا سمحتي. لماذا جمعنا ولم نطرح؟ لاحظوا خطوط الطول، المدينة ب عن غرينتش والمدينة ألف عن غرينتش، هل يعقل أن نطرح؟ إذا طرحنا فسنكون أمام مدينة مختلفة تماما، يعني بديهيا يجب أن نجمع خطوط الطول لنعرف فرق خطوط الطول. ننتقل إلى الحل، طبعا بنفس الطريقة جمعنا 120 خط طول، هي 8 حزم ساعية. كثير من الطلاب يتمكنون من حسابها ذهنيا، تقبل شرط أن يكتب الطالب لأن كل حزمة ساعية فيها 15 خط طول من دون أن يحسب هذه الحسابات بالطريقة واحد أو الطريقة اثنين، لأن النتيجة هي ما تهمنا. حسبناها بنفس الطريقة، حولنا خطوط الطول إلى دقائق وساعات، طبعا ضرب طلعت 8 ساعات. الطريقة الثانية قسمنا على 15 هي الحزمة الساعية. جمعنا، لماذا جمعنا؟ لأننا اتجهنا نحو الشرق والساعة هي 12 منتصف الليل توقيت المدينة ب. عالجنا بها بالمسألتين حساب التوقيت، مجرد حساب التوقيت نبدأ بخطوط الطول وحساب فرق خطوط الطول وننتقل إلى التحويل إلى دقائق أو ساعات. ننتقل إلى الحالة الثالثة، المسألة الثالثة، وهي هنا نريد حساب خط طول، لا نريد حساب توقيت. التوقيت معلوم لدينا، واضح بالرسم، التوقيت واضح، الرابعة مساء. طبعا هنا المدينتين غرب غرينتش يعني في جهة واحدة، خط طول 45 توقيت 4، أخذنا نفس الأرقام، خط الطول نريد أن نحسبه، التوقيت الثانية مساء. نلاحظ الحال، طبعا حسبنا فرق التوقيت بين المدينتين. لماذا بدأنا بالمعلوم وهو فرق التوقيت؟ حسبنا 4 ناقص 2 طبعا ساعتين، ويعني حزمتين ساعيتين. طبعا نستطيع أن نحول الساعات إلى خطوط طول مباشرة من خلال 2 وهو فرق التوقيت، ضربناها ب 15 خط طول الحزمة الواحدة 30 خط طول. طبعا نلاحظ في الأعلى الساعتين حزمتين ساعيتين مكتوب بالسطر الأول، يستطيع الطالب أن يقول مباشرة أنها 30 خط طول من دون الدخول إلى التفاصيل. الطريقة الثانية ضربنا ب 60 120 دقيقة ووصلنا إلى 30 خط طول، نفس النتيجة السابقة. جمعنا خط طول، لم ننتهي طبعا، نجمع خط طول المدينة ألف مع فرق خطوط الطول بين المدينتين. لماذا؟ لأن المدينة المطلوب معرفة خط طولها هي الأبعد عن غرينتش، لأنها لو كانت هي الأقرب لكنا طرحنا ولو نجمع. وبالعودة إلى الرسم طبعا واضح كيف من خلال الأسهم لماذا جمعنا هنا ولم نقم بالطرح. وصلنا إلى النتيجة النهائية، طبعا هو 75 شرق غرينتش هو خط طول المدينة ب. الحالة الرابعة هي أن تكون المدينتين في جهتين مختلفتين، غرب غرينتش وشرق غرينتش. طبعا هنا لاحظوا لم نضع أنه يزداد التوقيت شرقا أو ينقص التوقيت. لماذا؟ لا نحتاجها في هذه المسألة عند حساب خطوط الطول. انتقلنا إلى الحل، حسبنا فرق التوقيت بين المدينتين طبعا لنعرف الهدف من حساب فرق التوقيت هو الوصول إلى فرق خطوط الطول. 12 ناقص 4 هي 8 ساعات وتعني 8 حزم ساعية، 8 حزم ساعية هي 120 خط طول.
بطريقة من الطرق يستطيع الطالب حسابها واضحة جدا. فنطرح أيضا هنا لأن المدينة المطلوب معرفة خط طولها تقع في جهة مختلفة تماما عن هنا شرق وهنا غرب. وصلنا إلى 45 غرب جرينتش، هي خط الطول المدينة ألف. ملاحظة مهمة جدا طبعا وضعناها لكم أحبائي الطلبة في مسائل التوقيت، نبدأ دائما بالمعلوم للمدينتين وهو ما قمنا بشرحه أثناء المسائل. فعندما يطلب حساب خط طول المدينة سيكون المعلوم التوقيت للمدينتين فنحسب فرق التوقيت، عندما يطلب حساب توقيت مدينة فسيكون المعلوم خط الطول فنحسب فرق خطوط الطول. أتمنى أن نكون قد وضحنا مسائل التوقيت، هي بسيطة جدا، وأي طالب يريد أن يقوم بحسابها ذهنيا يستطيع أن يحسب المسألة ذهنيا، شرط أن يعلل كيف حسبها، بدون حسابات فقط فليعلل كيف حسبها. كل شيء عم فكر فيه بأخوي ترجمه كتابة. نعم، مجرد ترجمة للأفكار الواردة. واضح هون كمان أنسة أنه نحن بالبداية كما يلاحظ الطالب أنه اختلاف التوقيت الحزم الساعي من خلال خريطة العالم. نعم. كيف تم التوزيع، يعني استنادا لهذا المرجع يعتبر بالنسبة لأي طالب بيستفيد منه في حساب اتجاه شرق اتجاه غرب وكيف تم الحساب على أساس. نعم. 15 خطوة مكتوب بالأسطر في الأعلى. نعم. طبعا ببداية الصفحة أنسر شيء إذا سمحتي. سبب اختلاف التوقيت هو أن الشمس تشرق على الأجزاء الشرقية من قبل الأجزاء الغربية، فهذا مهم جدا أن يعرف الطالب لماذا يختلف التوقيت. وطبعا 24 حزمة ساعية هذا شيء معروف. هذا بالنسبة لي. طبعا سنقوم بس بعرض صفحات الكتاب أنسر شيء يراها الطالب أمامه كيف تم حل مسائل الكتاب. الصفحة التي تليها طبعا واضح هنا 15 خط طول 4 دقائق. ننتقل إلى ما بعدها، حتى عندما ما بعد هذه المسألة محلولة. هذه هي المسألة طبعا لحساب التوقيت، تستطيع العودة إليها متى تشاء. المسألة التالية توقيت مدينة الرياض الواقع على خط طول 6 درجة، هذا هو الحل. سننتقل إلى الصفحة التي تليها، حساب خط الطول الذي خط طول مدينة الرقة بهذه الطريقة طبعا، وموضوع ملاحظات أثناء الحل. سننتقل إلى الدرس رحلة الأرض الحركة الانتقالية. هنا سنركز طبعا سبب دوران الأرض، سبب عفوا الحركة الانتقالية كما تحدثنا عنها بالمريخ. التركيز هنا على دائرة الإضاءة. أستاذة طيب سنلاحظ على سبيل المثال في 21 حزيران رح بيكون عنا هو الصيف في النصف الشمالي والشتاء في النصف الجنوبي. صفحة 26 أيضا. أيوة طيب سنلاحظ أنه في صيف النصف الشمالي في يوم 21 حزيران بيكون النهار هو أطول من الليل، وذلك لأنه دائرة الإنارة تغطي القطب الشمالي، في حين أنه في النصف الجنوبي بيكون الليل هو أطول من النهار، وذلك لأنه دائرة الإنارة تقع خلف القطب الجنوبي أو منقول تلامس القطب الجنوبي. في يوم 23 أيلول في الاعتدال الخريفي سنلاحظ صفحة 27 أن طول الليل يساوي طول النهار، وذلك لأن دائرة الإنارة تمر من القطبين الشمالي والجنوبي. يعني إذا سئل الطالب عن سبب اختلاف طول الليل والنهار الإجابة ستكون من خلال دائرة الإضاءة. دائرة هل هي تمر في القطبين؟ هل هي تتخطى الدائرة القطبية؟ أو تلامس؟ أو تلامس الدائرة القطبية؟ وبديهيا يفكر الطالب في فصل الصيف يكون طول النهار أطول، فحتما ستكون دائرة الإضاءة تغطي. في الشتاء بيكون الليل أطول، فبالتالي دائرة الإنارة هي تمر أو تقع بالخلف. بالاعتدالين رح يكون عندي تساوي بالليل وبالنهار، وبالتالي دائرة الإنارة تلامس كلا القطب، عفوا تمر من كلا القطبين. وعندما يكون في الصيف في الشمال بيكون في الشتاء طبعا في الجنوب، والعكس صحيح. والعكس تماما بحسب الفصل. سنتوقف عند صفحة 30 طبعا بداية صفحة 30 يتزامن فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ووجود الأرض في نقطة الحضيض. طبعا نوهنا كثيرا أن لا علاقة لنقطة الحضيض أو نقطة الأوج، يعني قرب الأرض أو بعدها من الشمس، لا علاقة له أن يكون هناك فصل شتاء أو فصل صيف. الأساس هو الزاوية التي تسقط فيها أشعة الشمس على سطح الأرض. إن كانت تسقط بشكل عمودي فستكون أكيد الحرارة مرتفعة جدا، سيكون الفصل صيف. إذا كانت تسقط بشكل مائل فسيكون طبعا الحرارة أقل، وبالتالي قد يكون الفصل الشتاء. واضحة الإجابة أمامكم أحبائي الطلبة.
السبب هو وجود الأرض. طبعا وجود الأرض في نقطة الحديد لا يعني سقوط أشعة الشمس عمودية، هذا يعني درجة حرارة مرتفعة. الموضوع مرتبط بزاوية ورود أشعة الشمس، أي زاوية الميل كبيرة فدرجة الحرارة أقل، وبما أن الشمس عمودية على مدار الجدي، طبعا نحن نتحدث في الشتاء الشمالي، تكون الشمس عمودية على مدار الجدي في نصف الجنوبي فهي مائلة على النصف الشمالي ويكون الفصل شتاء. تمام، هون تأثير واضح لمحور الأرض، لأن ميلان محور الأرض هو اللي فرض مثل ما حكيت حضرتك انه الحركه الانتقاليه لحالها لا تكفي مع ميل محور مع الارض ثبات ميلان. ولهذا عندما يسال الطالب عن سبب تعاقب الفصول لا نكتفي باجابه دوران الارض حول الشمس لانها لم تحسب العلامه، شرط تزامن الشرطين مع طبعا وهو ميل المحور على مستوى المدار او على المحور. حتى بيحسن يجاوب عليهم بهذا السؤال انه هو ثبات ميلان محور الارض على مداره الاهليلاجي فبنفس النتيجه. نعم بتفصيل. انتهينا طبعا من وحدة الفلك، سننتقل إلى الوحدة التي تليها هي وحدة التقانة. لن نتوقف إلا عند صفحة 37 بوحدة التقانة وهو الجدول الذي يبين الأدوات الجغرافية التي تم استخدامها، ميزة كل أداة واسم الأداة. وسبق وطبعا ونوهنا في جلسات سابقة أن الميزة قد تكون لأكثر من أداة والأداة تحمل الكثير من الميزات. واضحة أمامكم طبعا عندنا كثير ادوات. طبعا عن اول شيء عندنا مثلا الدقه والبساطه، النص والاشكال البيانيه تظهر الدقه والبساطه. اما المقارنه البصريه فهي الاشكال البيانيه مثل الدائره النسبيه. التطور عبر الزمن مثلا جدول احصائي اشكال بيانيه مثل الاعمده. اما التوزع الجغرافي فتظهره الخريطه بشكل كبير. التراكيب السكانيه لدينا اشكال بيانيه مثل هرم السكان. يجب ان ننوه انه هذا الدرس ليس مساجب له وليس للحفظ. طبعا اكيد الامثله ليست للحفظ، دائما هي مجرد لفهم يعني الادوات ظاهره كيف شو الاداه اللي حتستخدمها لدراسه الظاهره الفائده منها. طبعا في حال ورد اي شيء في الاسئله الامتحانيه من الامثله سيكون النص موجود امام الطالب ومنه سوف يستنتج. الدرس الذي يليه هو درس ميزات المكان، لن نتوقف عنده، هي فقط انه اي مكان نريد استثماره يجب ان يحمل ميزات طبيعيه وبشرية. او نسميها مقومات طبيعيه مقومات بشريه. لماذا انت قررت استثمار هذا المكان؟ ما الفوائد الاقتصادية؟ ما الجدوى الاقتصادية منه؟ فهو درس سلس على الطالب. ننتقل إلى وحدة التضاريس. طبعا بوحدة التضاريس سنتوقف قليلا عندما هو الموقع الجيولوجي صفحة 49. بشكل عام المنتزه الجيولوجي كيف سيؤثر في البداية؟ طبعا بداية الصفحة أستاذ أيمن، كيف سيؤثر إنشاء المنتزه الجيولوجي في حياة السكان بشكل عام؟ طبعاً بأي مكان؟ بشكل عام بأي مكان في العالم، توفير فرص عمل، رفع مستوى المعيشة أو تحسين مستوى المعيشة، المستوى الخدمي، الانفتاح على العالم أو التعارف أو التواصل مع العالم من خلال عملية السياحة. معنى ذلك أن المنتزه الجيولوجي أو أي شيء له علاقة في السياحة. نعم. بهذا الشكل. نعم طبعا. نعم. هنا كما قلنا في اي مكان، اي منتزه جيولوجي في اي مكان له نفس مكان الميزات. فوائد انشاء الجيوبارك طبعا هي واضحه، كذلك تنميه السياحه، زياده الدخل ينعكس على الخدمات، اضافه الى انه البيئه، وعي بيئي، نشر الوعي البيئي، اهتمام بالبيئه. مشان هيك انه في سؤال على المناطق التي تحيط في هذا الجيوبارك مثلا، اهالي القرى المجاوره بداوا يهتموا. نعم. بالثروه الموجوده بين يديهم من الجبال او الغابات او الى اخره، لأن شيء طبيعي حولوا الى شيء له نفع اقتصادي. تمام، اصبح استثمار. وفي العصر الحديث معروف انه اي شيء له استثمار اقتصادي ففائدته كبيرة. نعم. جدا. وإن أي منطقة طبعا عندما نطلق مصطلح الموقع الجيولوجي هو على منطقة تكون لها أهمية جيولوجية أو علمية بسبب خصائصها المعدنية التركيبية الجيومورفولوجية والطبوغرافية. طبعا إذا توفر أكثر من معيار فنستطيع أن نطلق عليه أنه موقع جيولوجي أو منتزه جيولوجي. سنتوقف في صفحة 51 عند أهمية الاقتصادية للبنية الجيولوجية. نأخذ شوي أسئلة معلش أنسى، لأنه السؤال الأول بده مثال عن المسألة ذكرتي حضرتك أنه عرضناها بالبداية. تمام، موجودة. بالعودة إلى الحلقة، إعادة الحلقة تشاهد الحلول كاملة وطريقة الحل والخريطة والتركيز عليها. نعم. المسألة مثل ما حكيت الأنسة تعتمد على ثلاث معاليم ومجهول واحد مثل ما وردت في الكتاب، يعني ثلاث أشياء تستند عليها كطالب.
المسألة سؤال ثاني، إنه للشرق منجمع ولا للغرب مننقص؟ شو رأيكم بالنسبة للطالب يسألنا للشرق؟ الخريطة اللي موجودة أنه كلما اتجهنا نحو الشرق سيزداد الوقت، التوقيت وكلما اتجهنا نحو الغرب ينقص التوقيت. لا تخلط بين الوقت وخطوط الطول رجاء، لأنه أنت عم تتجه، أنت في مدينة مثلا على فرض خط طولة 30، متجه على مدينة خط طولة 45 في الشرق، أكيد الوقت يختلف معك عن رقم الخط. الفرق بينهما بدك تطلع الفرق ناقص إجباري بين الخطوط، لكن بالتوقيت بده يجمع أو بده يزداد الوقت، لأن بغداد اللي نحن برمضان عم تشاهد، إذا عم تشاهد على التلفاز، أن مثلا يؤذن أذان المغرب في دبي قبل دمشق. طيب شو السبب أن دبي تقع إلى أقصى الشرق من دمشق؟ طيب نحن قبل مثلا ليبيا أو طرابلس الغرب أو دار البيضاء أو تونس، على هذا المنطلق يعني هذا الوقت، هالوقت هلا بشهر رمضان أكثر شيء اللي يتعرف عليه الطلاب للتاسع للتوقيت من خلال أذان المغرب. ميناء غوادر أنس رغيدان شو نحفظ منه؟ مرينا عليها تبع استثمار المكان، هو مثال للاستثمار فقط، لا يجب أن نعرف كيف نستثمره. ما معنى مقومات طبيعية وما معنى مقومات بشرية؟ مقومات طبيعية أي شيء طبيعي، غابات، البحر، الساحل، البحيرات، المناخ، أي شيء، التربة، هي كلها مقومات، أي شيء طبيعي لا علاقة للإنسان به. مقومات البشرية ما يقوم الإنسان بفعله، مثلا المنتجعات، الخدمات، الجسور، الأنفاق، السكان، كل شيء له علاقة باسمها بشرية، كل شيء يد عاملة بشرية، رأس مال بشري، مستحيل الطبيعة أن تكون لديها رأس مال. أما المادة الخام، موارد الطاقة هي طبيعي، المناخ. طبعا بالنسبه لمسائل التوقيت نعطي امثله اخرى، هناك امثله الكتاب واضحه ووضعنا امثله جديده بكل الحالات التي ممكن ان تاتي. ستكون مساله التوقيت سهله جدا على الطالب، ممكن ان ياتي خط جرينتش مع مدينه اخرى، فيعني بسيط جدا الحساب، ليس بالصعوبه التي يعني هذا الرد على فاتن اول شيء، لا تجيبوا مساله صعبه، ما راح تكون صعبه ابدا، ومشان الله ردوا ردينا عماد عليك بشكل كامل. تمام، سنتابع الان بالنسبة للأهمية الاقتصادية للبنية الجيولوجية. سنلاحظ أن تباين البنى الجيولوجية في سوريا أدى إلى تنوع في الثروات الباطنية، هذه الثروات التي استطعنا استثمارها في مشاريع صناعية، هذه المشاريع التي أسهمت في دورة في تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية من خلال تأمين فرص عمل ومن خلال تحسين الاقتصاد الوطني. نعم، واضحة أمامكم على الشاشة. طبعا سبب تنوع الثروات الباطنية، ما سبب تنوع الثروات الباطنية في سوريا أو في أي مكان آخر، هو تباين البنية الجيولوجية وتنوع تشكيلات الأحقاب الجيولوجية، وهذا شيء ضروري جدا أن يعرفه الطالب. طبعا الأمثلة الموجودة، فرصة الاستثمار في حلب هي لقراءة من خلال الخريطة تكون، ونعرف كيف نستثمر الثروات الباطنية. بس رد على السؤال، ثروات الباطنية بالمصور، ما في ثروات تحديد على المصور؟ لا، أكيد لا يوجد على المصور، فقط خريطة سوريا مع الحدود، مع الأنهار والمدن الرئيسية، المدن طبعا مراكز محافظات كافة. درس تنوع في العوامل، تنوع في التضاريس، صفحة 54، هو يتحدث عن عوامل باطنية وعوامل خارجية لتشكل التضاريس. طبعا الأمثلة الموجودة، جبال اللوكام، سهل الغاب، ليست أمثلة للحفظ، ولكن في حال ورد نص أمام الطالب يجب أن يعرف هل هذا العامل الذي تسبب نشوء التضاريس هو باطني، هو خارجي، هل هو عمل رياح، هل هو عمل مياه. طبعا في كلمات مفتاحية ممكن الطالب يرتكز لألا لا يعرف أنه باطني أو خارجي. يعني إذا قلنا الالتواءات، انهدام، هذا عمل باطني، عمل رياح، الترسيب، هذا كله عامل خارجي. نعم. طبعا الطالب صف سابع صف ثامن كانت سلسلة هي من عيلة متكاملة بداية صفحة 58. نعم. نعم. طبعا واضح سنعود إلى الصفحة التي قبلها أنسة رشا إذا سمحتي، فقط ليراها الطالب. هذه الصخور هاري القديمة، واضح جدا تفسيرها أمامكم، تعودون لها في أي لحظة. المثال الذي قبله، قبل صخور هاري، هو قلعة القطن، أيضا واضح هي عبارة عن ترسيب كربونات. تمام. الكالسيوم بسبب عامل خارجي. الجو. طبعا تمام. عامل خارجي. ننتقل إلى الصفحة التي تليها، الصخور المنخورة، أنسة مروة. طبعا الصخور الصحراوية المنخورة ناتجة عن عامل خارجي. ما هو هذا العامل الخارجي؟ هو الحث الريحي، حيث تقوم الرياح المحملة بالرمال والحصى والحجارة مختلفة الأحجام بعملية حط الصخور اللينة دون الصخور القاسية. نعم. فأعطت هذا الشكل وهذه الصخور. نعم. يعني واضح الصحراء فيها رياح وفيها رمال
وطبعا حد ريحي باستمرار دائما اعزائي الطلبه. الحد يكون في الصخور الرخوه او اللينه قبل الصخور القاسيه. هذا سبب الاشكال المختلفه التي ترونها بشكل عام. يكون حد ريحي او مائي او اي او جليدي او اي شيء يحط الصخور الطريه قبل الصخور القاسيه التي تحتاج وقت طويل جدا للحد. درس موزاييك الارض طبعا هنا مقارنة ما بين التضاريس القارية والتضاريس المحيطية، لاحظنا تشابه بعوامل التشكل، لن نتوقف عند الدرس طبعا لأنه سلس جدا. مقارنة بسيطة نلاحظ أن عوامل التشكل نفسها، أسباب التشكل نفسها، إمكانية الاستثمار البشري هنا تختلف ما بين التضاريس القارية والتضاريس المحيطية. طبعا بالنسبة لي نور تفضلي. طيب الانهدام السوري الافريقي صفحه 63 سنلاحظ في عندي تباعد بالصفيحه العربيه عن الصفيحه الافريقيه، هي التي ادت الى تشكل الاخدود اللي قدامنا اللي متمثل بالبحر الاحمر، سهل الغاب، سهل البقاع، بحيره طبريه والبحر الميت. فهنا سبب تشكل انهدام السوري الافريقي هو تباعد الصفيحه العربيه عن الصفيحه الافريقيه بشكل واضح جدا. سننتقل مباشره الى وحده المناخ ابتسامة في السماء، طبعا هو عن قوس قزح بأشكاله المختلفة. دائما يجب أن نعرف أن عوامل التشكل، شروط التشكل تختلف عن شروط الرؤية، يجب أن يميز الطالب ما بينهما. أساس قوس قزح بشكل عام هو وجود رطوبة، وجود مياه أو جليد، مهم رطوبة، زائد ضوء أشعة الشمس طبعا فتظهر لدينا ضوء ما. فهذا هو شروط حدوث قوس قزح بأشكاله المختلفة. طبعا يتوقف البعض عند قوس قزح المقلوب. الفرق الوحيد هو يعني احبائي الطلبه، قوس قزح هو عباره عن شكل دائري، عندما يكون في الطبقات السفلى يكون يظهر لنا القوس الاعلى المألوف. فنراه بهذا القوس المالوف نسميه نحن، عندما يكون في السحب العاليه جدا نحن نرى القوس الاسفل الذي هو يبدو المقلوب. وانما سبب عدم رؤيتنا له من على سطح الأرض طبعا للقوس العادي إلا القوس المنحني هو أن التضاريس تلعب عامل في إخفاء ما تبقى من هذا القوس. إذا وقفنا مكان عالي أو من طائرة ممكن نشوفه كامل. طبعا في وقوف بمكان عالي نستطيع أن نرى القوس بشكله الكامل. طبعا نتوقف عند قوس الضباب صفحة 71. صفحة 71 قوس الضباب، نعم في الحال طبعا أفسر سبب اللون الأبيض لقوس الضباب واضح أمامكم في الأسفل الآن إذا سمحتي، هو صغر حجم قطيرات الماء فلا يوجد انكسار وتحلل لألوان الطيف، يجب أن تكون قطرة الماء أكبر حتى يتمكن الضوء من الانكسار والتحلل إلى الألوان الطيف لتظهر بشكلها الواضح. سننتقل إلى درس درع الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، هو عن الأوزون. نتوقف عند مصطلح الأوزون في صفحة 74، بداية صفحة 74 طبعا واضح أمامنا أن هذه الطبقة طبقة شفافة. نعم أنسة مروة. طبعا الاوزون هو يحيط بكوكب الارض على ارتفاع 15 ل 35 كيلومتر، وهو طبقه شفافه في غايه الاهميه تسمى طبقه الاوزون. والاوزون يتكون من ثلاث ذرات اكسجين او 3، ما اهميته تمتص اكثر من 99% من الاشعه فوق البنفسجيه الضاره التي تكون قادمه من الشمس، لذلك تضرر هذه الطبقة له آثار اقتصادية سيئة. فهذه الطبقة التي تحيط بالأرض نسميها طبقة الأوزون بهذه المواصفات التي تحدثنا عنها. أسباب تآكل طبقة الأوزون طبعا واضحة، هي المركبات كلوروفلور كربون وأكسيد النيتروجين. آلية تآكل واضحة بالشكل تحدثنا عنها سابقا، طبعا هي ملوثات تنبعث إلى الغلاف الجوي تتحلى المركبات. طبعا صفحة 75 هنا سلاشة صفحة 75 واضح كيف تتحلى المركبات كلور فلور كربون بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ينطلق غاز الكلور وهذا طبعا الكلور النشط ويتحد مع ذرة أكسجين من قلنا أن الأوزون هو ثلاث ذرات أكسجين، هو يأخذ ذرة واحدة يتحد معها وهذا يؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون. يعني بس راحت ذرة خلاص انتهى ما عاد اسمه. في عندنا سؤال بالامتحان نصفي، جاء سؤال موزيك الأرض حفظي بامتياز، لاحظي حفظي بامتياز، وهو سؤال مقارنة، يعني غلط إذا جاء سؤال حفظي بامتياز. سأعيد
عبارة دائما نقولها، الأساسيات والمفاهيم العلمية هي للحفظ حتما. حتما يعني لا نستطيع أن نقول أن العوامل الخارجية ليست للحفظ. ما هي العوامل الخارجية؟ يجب أن يعرف الطالب أن العوامل الخارجية هي العمل الرياح وعمل المياه، هذه طبعا للحفظ أكيد. تمام. لكن لن نسأل عن مثال هو أمامك في الكتاب، هناك صورة واضحة أمامك أنت حللت من خلالها، لن نطالبك بالامتحان ما لم يكن هناك شكل واضح أمامك لتستطيع أن تحلل هذا سبب تشكل التدريس. مشان هيك طبعا مثلاً هناك تضاريس واضحة من الصورة، من الصورة مثلا الساحل، هذا ليس مثال، لأن الساحل موجود في أي مكان. عندما نقول في الصحراء هذا ليس مثال. عندما نقول مثلا قلعة القطن، طبعا لن يعرفها الطالب إلا إذا رآها أمامه، فنحن لن نسأل بهذه الطريقة إلا إذا كان هناك شكل واضح أمام الطالب. يعني فحفظي بده يكون. نعم. لماذا لا يتم نشر تعميم واضح يجب حفظه وما لا يجب؟ كطالب شهادة هذا الكلام مو منطقي. المفاهيم الأساسية للحفظ. تمام، بده مبين من الكتاب أو واضح. كان سابقا يصعب على الطالب يحفظ الكتاب كامل، لا الأمثلة عم تنحط على الجناب، عم بيكون عندك الصور للإيضاح، الخرائط، مصرين على أن تحفظوا أماكن تحديد الثروات الباطنية على خريطة سوريا. طيب ليش الإصرار؟ ما في بالخريطة بالكتاب ليست عليها أسماء. طالب نظام قديم، ما اختلفنا في السابق في المنهاج القديم بالخريطة كانت الموقع وتسمية الموقع. طيب إذا اللجنة بدأ تسألك ضع مكان الرخام مثلا في جمهورية عربية سوريا أي منطقة صح، ما بيصير، بده يكون السؤال منطقي. أكيد منطقي. نعم. سننتقل الآن إلى وحدة المياه، نبدأ بدرس حركات المياه. طبعا تناولنا حركتها المد والجزر، هناك حركة الأمواج وهناك حركة التيارات البحرية. نتوقف آن سنور عند حالة المد، عند حركتا المد والجزر بشكل مختصر وسريع. طبعا سبق وعرفنا أنه المد والجزر، المد هو ارتفاع منسوب ماء البحر وتقدمه نحو الشاطئ، في حين أنه الجزر هو انخفاض منسوب ماء البحر وانحساره عن الشاطئ. وضحنا آلية تشكل المد هو نتيجة اختلاف توضع كل من القمر والأرض والشمس، فسنجد بالمد المنخفض يتوضع بشكل زاوية قائمة، في حال المد المرتفع لاحظناه يتوضع بشكل خط مستقيم. يعني سبب المد المرتفع إذا سئل الطالب عنه فقط أنها على استقامة واحدة، بينما وأن المد المنخفض يكون بدر أو محاق، في حين المد المنخفض تربيع أول أو تربيع أخير. نعم. شرط إنه زاوية قائمة. تكون قائمة طبعاً. بالنسبة لحركة الأمواج واضحة جداً، لن نتوقف عندها طبعاً. طبعاً الرياح هي التي تحرك. طبعاً السبب الأساسي للأمواج هو الرياح. الأمواج العادية. أما التسونامي هي الزلازل، الحركات الأرضية. حركات التسونامي واضحة، المقارنة بينها في الكتاب واردة وموجودة. بالنسبة للتيارات البحرية، فقط بالنسبة للتيارات البحرية أساس تشكل التيارات البحرية هي اختلاف الكثافة. طبعا هي خصائص المياه تختلف إن كانت كثافة أو درجة حرارة أو ملوحة، هذا هو السبب في اختلاف في نشوء التيارات البحرية. طبعا تغير التيارات البحرية اتجاهها، واضح في صفحة 79 89 تغير التيارات البحرية اتجاه، مكتوبة المعلومة، تتحرك بشكل طبعا مسارات دائرية، عوامل تؤثر في توجيه هذه التيارات بشكل واضح، وهي شكل خط الساحل يؤثر، وأيضا اختلاف منسوب المياه والرياح الدائمة. والرياح الدائمة تؤثر في اتجاه، والرياح الدائمة طبعا تغير من اتجاهها. أثر هذه التيارات أستاذ أيمن طبعا أثرها في صفحة 90 عندما نتحدث عن تيار الخليج الحار وعلاقته بالملاحة. طبعا من الصورة يلاحظ عند وصول تيار الخليج الحار إلى مناطق متجمدة، موانئ متجمدة، ستسهم هذه المياه الدافئة في تخفيف من تجمد هذه الموانئ، وبالتالي تصبح صالحة للملاحة. معناته الأثر الاقتصادي الكبير، فإذا مثل ما بيقولوا انتهى موضوع التجمد لهذه الموانئ، فبالتالي حركة النشاط الاقتصادي أصبحت متكاملة، والنشاط الاقتصادي هو سلسلة تكمل بعضها البعض، فعندما ينشط الاستيراد والتصدير تنشط الزراعة والصناعة والسياحة وإلى آخره، فمعناته هذا التيار كان له الأثر الأكبر في نشاط حركة الموانئ في شمال أوروبا
خاصة تيار حار في مناطق باردة ممتازة متجمدة، فلو كانت مياه باردة على منطقة باردة ستزداد تجمدا لدرجة أن تصبح كتل الجليد مغطية كامل سطح هذا المحيط. أما وصول هذا الماء سمح بوجود معبر، هذا المعبر يخفف أو ينشط الحركة الاقتصادية. نعم، بالنسبة طبعا في صفحة 91 هناك التقاء تيارات، دائما التقاء التيارات ينشط عملية الصيد وتنشط الملاحة في هذا المكان. سننتقل إلى درس شرايين الحياة طبعا، وهو عن العوامل المؤثرة في أنظمة الجريان النهري. طبعا في صفحة 93 سنؤكد على موضوع ما هو نظام الجريان. واضح في بداية الصفحة نظام الجريان طبعا هو تبدلات غزارة ماء نهر على مدار العام، تتباين طبعا الأنهار من حيث أنظمة الجريان. هذه العوامل الموجودة أمامكم مهمة جدا ليفهم الطالب ما هي أسباب اختلاف الأنظمة. هناك نظام جريان طبعا يكون نهر منتظم الجريان، هناك نهر غير منتظم الجريان لأسباب كثيرة، منها سنتوقف عندها أنسنور. كما واضح لدينا في صفحة 93 العوامل المؤثرة في أنظمة جريان النهر، إما كان موسم الهطل واختلاف موعد تساقطف، لدينا أمطار موسمية، أمطار صيفية، أمطار شتوية. أيضا لدينا درجة الحرارة هي من العوامل المؤثرة في نظام جريان النهر، سواء من حيث التبخر أو من حيث ذوبان الثلوج. أيضا درجة انحدار السطح كما نلاحظ، كلما ازداد الانحدار ازدادت سرعة الجريان وبالتالي قل تأثير التبخر، وبالتالي كان أنه غزارة المياه هي أكبر. طبيعة الصخور وخصائص التربة بين نفوذة أو كتيمة، فنلاحظ على سبيل المثال أنه النهر الذي يجري في مناطق ذات صخور نفوذة كمية الماء فيه أو غزارته أقل من الصخور الكتيمة، لأن الصخور الكتيمة رح تمنع تسرب المياه. هو يؤثر على نظام الجريان، يكون النظام يكون النهر منتظم الجريان إذا كانت طبيعة الصخور كتيمة. طبعا هي عامل مؤثر وليست عامل وحيد، هي أحد العوامل المؤثرة. نعم. أيضا طبيعة الغطاء النباتي، في حين إذا كان كثيف أو قليل كثافة، سنلاحظ أن كثافة الغطاء النباتي هي عائق أمام غازات النهر، تدفق النهر. وأخيرا العامل البشري، سنلاحظ أن الإنسان بيستخدم مياه النهر سواء في الري أو في الشرب، مما يقلل من تدفق مياه النهر. النهر ممكن يمر بأكثر من منطقة، وبالتالي ممكن يخضع لأكثر من نظام جريان، وبالتالي ممكن يأثر فيه أكثر من عامل. فهي العوامل لا يصل في موسم الشح قد لا يصل أيوة. إلى مصب بسبب المصب. إلى المصب بسبب كثرة الاستثمار أو إقامة المشاريع كالسدود. نجاوب شوي على الأسئلة. موجه جغرافي طبعا سحب السؤال، انسحبت الأسئلة، ما في يعني تمام. ما في مشكلة. سنتابع، سنتوقف مثلا عند نهر الفرات. بالنسبة للأمثلة الموجودة، نهر الفرات أو نهر النيل أو نهر السن، لا نحفظ منبع ومصب وأين يمر، طبعا ليست للحفظ أبدا، ولكن يجب أن نعرف هذا النهر لماذا هو منتظم الجريان أو غير منتظم الجريان. كيف؟ من خلال النص، تحليل النص، ومن خلال الشكل الموجود أمامنا. طبعا لاحظوا شكل هنا نهر الفرات، أماكن الأمطار موجودة وواضحة، المناخ في حوض نهري دجلة والفرات طبعا واضح. إذا انتقلنا إلى الشكل الذي تحته، شكل البياني آنسر رشا، طبعا هذا الشكل البياني يوضح أعلى قيمة وأخفض قيمة. بماذا سنربطها؟ سنربطها بالأشهر، في الشتاء أم في الصيف أم في الربيع. نلاحظ أن أعلى قيمة لغزارة النهر في وقت الفيضان سيكون في كانون الثاني بنهر الفرات طبعا في الشتاء، أدنى قيمة له في فصل الصيف بسبب عدم وجود الأمطار. نربطها مباشرة بالأمطار، آب شهر صيف، نحن أمطارنا هي، نحن طبعا مناخنا متوسطي فأمطارنا تكون شتوية، لا يوجد أمطار، لا يوجد تعويض، ويوجد استنزاف كبير لمياه النهر بالري بالاستخدامات المختلفة، ولهذا تكون وطبعا عامل التبخر والحرارة. اجتمعت العوامل فحققت لدي أدنى قيمة لغزارة النهر في هذا الوقت. هذا هو تحليل الشكل. ففي حال ورد سؤال عن نهر الفرات أو أي نهر آخر، سيكون هناك شكل وسيكون هناك نص، ويستعين الطالب ويربط بينهما ليجيب عن سبب الانتظام أو عدم الانتظام. طبعا الإجابات واضحة، صفحة 95 أنسر رشا، فقط نستطيع أن نعود لها متى نشاء لنراها. سنتابع إلى نهر النيل، الصفحة التي تليها. طبعا ربط الخريطة بالأشكال البيانية واضح هنا، الشكل، درجة الحرارة، كمية الهطل. طبعا الخط الأحمر هو درجة الحرارة، والأعمدة الزرقاء هي كمية الهطل. نربط بينها وبين الأشهر خلال السنة لنصل إلى سبب عدم انتظام أو انتظام النهر. نتابع
هذا نفس اللي توقفنا عنده في نهر الفرات. طبعا تذبذب غزارة نهر النيل واضح، منتظم الجريان، تتقارب معدلات غزارته طيلة العام. السبب هو الأمطار الاستوائية التي تكون دائما. واخذ شكلين بيانيين، الأول يشاهد الأمطار على مدار العام، والثاني خط بياني يمثل الأمطار، فدائم الجريان بس في مجراه الأعلى. نعم. معناته على طول نهر النيل اختلف نظام جريانه حسب المجرى. يعني النهر الواحد قد يكون له أكثر من نظام جريان. في إحدى المناطق يكون منتظم، منتظم الجريان، في منطقة أخرى يكون غير منتظم. هنا سوف حسب الأسباب. سنتوقف عند تحليل نص نهر السن صفحة 98 كتحليل نص. هنا نهر السن نهر ساحلي يتشكل من نبع السن الكارستي، لأنه في حال ورد سؤال نص يجب على الطالب أن يقوم بتحليل هذا النص. نهر ساحلي يتشكل من نبع السن الكارستي، ينبع من السفوح الغربية للجبال اللاذقية، منطقة جبلية تتساقط فيها الثلوج في الشتاء، فمعناته وقت الذوبان الثلوج يكون في فصل الربيع، وهذا يسبب غزارة كبيرة بالمياه. من أهم الينابيع المتجددة في سوريا، يجري في منطقة يسودها مناخ متوسطي. ماذا تعني كلمة مناخ متوسطي؟ أمطارنا شتوية، لا يوجد أمطار إلا في فصل الشتاء. تكمن أهميته من أنه يوفر المياه لمحافظة اللاذقية، شرب ري سهل جبلي. هنا أعطينا تلميح إلى أن هناك عامل بشري تدخل في نظام الجريان، فهناك استهلاك كبير جدا للشرب للري وطبعا لمختلف الاستخدامات، وهذا يؤدي إلى قلة غزارة النهر في فصل الصيف. وطبعا شرب محافظة طرطوس تزداد الحاجة إليه في الصيف، هنا مناخ جاف واستهلاك بشري كبير، وهذا يسبب انخفاض الغزارة. يغلب على أراضي حوض صخور الكارستية التي تحدثت عنها الأستاذة نور، هنا صخور نفوذة، يعني المياه سوف تدخل إلى باطن الأرض، وهذا سيسبب انخفاض بغزارة النهر. عكس لو كانت الصخور كتيمة، لو كانت كتيمة لن يكون هناك دخول إلى المياه الجوفية، ستسير المياه بشكل طبيعي. يعتمد في تغذيته على الهطل والمياه الجوفية، هناك سببين لتغذية النهر، هطل ومياه جوفية، يصب في المتوسط بالقرب من مدينة بانياس، طوله كذا. حللنا النص معكم لتتمكنوا من تحليل النص الذي يرد في الامتحان. أسئلة عن المياه، عم تتحدث عن، ممكن سؤال تحدث عن نهر الفرات وأهميته؟ أكيد لا، أكيد لا. نهر الفرات هو مثال وتحدثنا عنه الآن. حالات المد المنخفض والمرتفع صفحة 85. بالعودة إلى الجلسة ستستطيع أن في سؤال هون واضح، أنا ما عندي هون مو واضح عندكم أنسي سؤال. هو آخر سؤال، حالات المد المنخفض والمرتفع حسبته حسبته تمام. حذيف معلش، لا مشكلة. سننتقل الآن إلى وحدة التراب. طبعا درس أسرار التربة هو عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتراب. أخذنا نوعين من التربة، التربة الرملية والنوع. في تنويه يا ريت يبعدوا عن شيء اسمه سعيد ونبيل. لا اكيد احنا بدنا تربه طينيه وتربه رمليه. التربه الرمليه تربه طينيه، لن ياتي في الامتحان تربه سعيد، هي هنا مثال وضعناه لنكون قريبين من الطالب، ليشعر الطالب باننا نتعامل بشكل بسلاسه معه. خصائص الفيزيائيه اساتذه. طبعا خصائص الفيزيائية عندنا أول شيء لون التربة، طبعا يختلف لون التربة حسب اختلاف كمية الدبال وكمية الكوارتز. اصطلاحا ما هو الدبال؟ وبقايا نباتية وحيوانية متحللة، أما الكوارتز هو معدن موجود في الرمل. فنلاحظ أن التربة الطينية لونها أحمر بسبب زيادة نسبة أكسيد الحديد، بينما التربة الرملية لونها أصفر بسبب زيادة نسبة الكوارتز. أما القوام التربة، ما هو قوام التربة؟ هو محتوى التربة، هو نسيج التربة من الحبيبات التي يقل قطرة عن 2 ملم. فنقول أن قوام التربة إما رملي أو سلتي أو طيني حسب اختلاف النسبة. إذا كان النسبة الأعلى للرمل فهي تربة رملية، والنسبة الأعلى طين مثلا فمنقول أنه هي تربة طينية. في نهاية الصفحة طبعا نسيج التربة الطينية والرملية في نهاية الصفحة. من نهاية الصفحة نسيج التربة في أرض نبيل، يعني هي التربة الرملية هي رملي وهو ذو ملمس خشن وحبيبي. أما نسيج التربة الطينية فهو طيني وهو ذو ملمس لزج. طبعا لزج عندما يكون رطب. أيضا لم تكتب عفوا، ولكن هو لزج عندما يكون رطب. بالنسبة إلى بناء التربة اصطلاحا طبعا نطلق على هو الشكل الذي تترتب فيه حبيبات التربة، وهذا له علاقة بشكل كبير بمساميتها ونفوذيتها. فمثلا التربة الرملية نلاحظ أن المسامات واسعة فنفوذيتها عالية وتهويتها جيدة جدا. العكس تمام نلاحظه في التربة الطينية، حبيباتها متقاربة جدا وهي تربة كتلية، بناؤها كتلي شديدة التماسك، تهويتها سيئة وتصريفها أيضا سيء، وهذا له علاقة يعني يؤثر أيضا
في توغل الجذور. جذور النباتات طبعا. إذا انتقلنا إلى عمق التربة مثلا، ما علاقة عمق التربة بالقدرة الإنتاجية؟ صفحة 107. كلما زاد عمق التربة تزداد قدرتها الإنتاجية، والعكس صحيح تماما، لأنه تتوغل الجذور أكثر تحصل على الغذاء والماء أكثر. نعم. كلما توغلت. نعم. بالنسبة للحموضة طبعا، قلوية التربة أو حموضة البيئش طبعا هي التربة المتعادلة، هي الأنسب لتحلل الكائنات الحية وبالتالي تحلل المواد العضوية، فتكون قدرتها الإنتاجية أعلى وتكون خصوبتها أفضل. طبعا التربة المثالية بين 5 إلى 7. نعم. في حال صارت أقل من 5 يعني صارت حامضية، فحيقل نشاط الكائنات الحية وما عاد يتحلل، ما يصير دوبال عندي، فبتقل إنتاجيتها بشكل كبير. نعم واضح الشكل. التربة المتعادلة هي 7 تحديدا. طبعا. لكن من 5 إلى 7 نسميها تربة مثالية. تربة مثالية. القلوية واضحة هي تحت 7 فوق 7 فوق 7 والحامضية تحت 5. أهمية الدوبال صفحة 108. طبعا الدوبال يمد التربة بالمغذيات، ينظم درجة أو حموضة التربة وقلويتها. فنحن ليش منضيفها للتربة الرملية؟ لحتى لأن هي تربة قلوية، فنحن هون عم ننظم قلويتها، عم نحسن من قلوية التربة. طبعا هو يوفر الطاقة اللازمة لحياة الكائنات الحية ونشاطها، ويحسن من بناء التربة لأنه يعمل كمادة لاصقة ويؤدي إلى يعني تحسين بناء التربة. سننتقل الآن إلى درس حليف البشرية الصامت، وهو عن تملح التربة في صفحة 112. طبعا النص واضح عن سهول الفرات، النص واضح سهول الفرات كيف تم، طبعا موجودة على جانبي نهر الفرات، منطقة يسودها المناخ الجاف وشبه الجاف. هذا العامل نسميه عامل طبيعي، من أجل من سألنا عن العامل الطبيعي والبشري عندما نحلل النص فورا، المناخ الجاف وشبه الجاف هو عامل طبيعي يمثل النشاط الزراعي مصدر الاقتصاد الرئيسي لسكانها. فالنشاط الزراعي هنا دخلنا بالعامل البشري، اعتمدوا أسلوب الري بالغمر. من يقوم بالري بالغمر؟ الإنسان هو من يقوم، فهو عامل بشري، هو هنا يروي بطريقة الغمر. لا يوجد أنظمة صرف فعالة. طبعا أنظمة الصرف الفعالة إما أن تكون التربة رديئة التصريف فهو عامل طبيعي، أو أن يقوم الإنسان بتدخل لتحسين أنظمة الصرف بحفر أقنية أو بشق قنوات طبعا، فيحسن من نظام الصرف. ظهور علامات تقزم النباتات إلى آخره، رافق ذلك ظهور بقع. هذا دليل على أن التربة أصبحت خارجة عن الاستثمار وتعرضت لعملية التملح. طبعا مشكلة التملح واضحة. صفحة 113 أسباب مشكلة تملح التربة. أنسة نور. سنلاحظ في عندي أسباب طبيعية كما ذكرت الأنسة، وفي عندي أسباب بشرية. هلأ إذا ارتكزت بالنص أنا ممكن أكتب بالأسباب الطبيعية المناخ جاف وشبه الجاف، وفي حال ما كان في عندي نص ممكن حتى نستفيد من الشكل أنه في عندي ارتفاع الحرارة، قلة الأمطار، وجود أملاح بنسب عالية، هي منعتبرها أسباب طبيعية. بينما الأسباب البشرية لدينا الري بالغمر من الطرق الري التقليدية، سوء الصرف مثل ما ذكرنا، ممكن يكون في عندي سوء الصرف طبيعي او بشري. اذا كانت التربه رديئه الصرف كما ذكرت الان من شوي فهو عامل طبيعي، واذا كانت التربه ما فيها قنوات التصريف فهو عامل بشري. ايضا استخدام الاسمده بشكل مفرط، ايضا لدينا ري الاراضي بمياه مالحه جوفيه ومالحه. طبعا المعلومة المكتوبة في صفحة 113 ضرورية جدا. تملح لا يحدث في الأراضي التي يزيد معدل الأمطار فيها 450 ميلي في حال لم يتم هناك تدخل بشري، فقام الإنسان في حال منطقة الأمطار فيها 450 ميلي متر وقام الإنسان بري الأراضي بمياه جوفية مالحة أو استخدم أسمدة كيميائية بإفراد، فهنا تدخل سلبي أدى إلى تملح التربة. ولكن بشكل طبيعي لن تتملح التربة إذا ما في تدخل بشري، طبعا لأن الأمطار تقوم باستمرار بغسل التربة من الأملاح. حتى عملية الري هون ما يعني بتكون دورها محدود قياسا مع كمية الأمطار العالية في المنطقة. نعم. أسئلة؟ هناك سؤال ممكن توضيح الصورة. صفحة 103. وضعناها تصور تبع مثلث ال 503 عن الوان. الوان إيه نعم. هذا للاستناد في الدرس فقط. سنعود، هذا هو الشكل. صفحة 103. يعني كل لون اسود التربه معناتها فيها نسبه دوبال عاليه. طبعا الشكل. عندما تكون نسبه الدوبال عاليه جدا، لون التربه اسود، معناتها فيها نسبه دوبال عاليه. طيب لما بيصير عندي انا هون لونه احمر، معناتها عم تزيد نسبه اكاسيد الحديد.
لما بصير لونه أصفر أو قريب للأبيض حتى، فهون عم يزداد عندي نسبة الكلس والكوارتز. ما في داعي يعني يفهموا أكثر من هيك. هاي الحقائق الثلاثة يعني. هذا هو المطلوب، لا يوجد أكثر منه. سنعود الآن إلى صفحة 114. هي نتائج مشكلة تملح التربة. نعم. البيئية كما هو ملاحظ تحدث حالات تصحر لأنه تخرج الأرض من الاستثمار الزراعي، التلوث، اختلال في التوازن الحيوي. اقتصادي، خروج مساحات واسعة من الاستثمار الزراعي. دائرة الاستثمار الزراعي هو الأثر الاقتصادي، يعني خروج الأرض أخذ بيئي وأخذ اقتصادي لأنه هي متكاملة، فما يؤدي إلى تدني الإنتاج الزراعي، وممكن ينتشر الطالب يكتب الطالب الهجرة، هجرة الفلاح، يترك أرضه فيهاجر، انتشار البطالة إلى آخره. كمان كحالة اقتصادية واجتماعية، هجرة، بطالة ومجاعة تؤثر في من خلال أو تأثرت من خلال التملح للتربة. نعم، شكرا أستاذ أيمن. سننتقل إلى وحدة السكان. وحدة السكان هو درس تخطيط جيد تنمية مستدامة. طبعا الكثافة السكانية صفحة 118. الكثافة السكانية هي مقياس ديموغرافي يقيس عدد السكان في منطقة جغرافية أو يقول الطالب هي عدد السكان في منطقة ما على المساحة الكلية للمنطقة. الإجابتين صحيحتين للكثافة السكانية. بالنسبة للمشاريع الموجودة، أننا نريد إقامة مشروع في منطقة ذات كثافة، صفحة 119، في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة. بعض الطلاب أرادوا إقامة نفس المشروع بأكثر من مدينة، مدينة ذات كثافة سكانية منخفضة أو متوسطة مرتفعة. لا يضر في حال أن مقومات موجودة والفائدة منه موجودة. في حال لم يكن هناك جدوى اقتصادية من المشروع، فالمشروع لن يكون ناجح حتما. لكن سأعطي مثال، مثلا الأبراج العالية في منطقة منخفضة الكثافة، ما مبررها؟ في حال منطقة لا يوجد فيها كثافة سكانية منخفضة، لا يوجد عندي أزمة سكن، فلماذا أنا أضع الأبراج العالية مثلا، أو أقوم بإقامة المترو السريع مثلا، أو الأنفاق أو الجسور، أو في حال كثافة سكان؟ طبعا الجسور ضرورية لسهولة التنقل، لكن لا يوجد لدي كثافة مرتفعة، لا يوجد ازدحام، لا يوجد ازدحام سكاني. فما السبب أكون قد أقامت مشروع في غير مكانه؟ الأولى أن أقوم بمشروع يجذب السكان إلى هذه المنطقة حتى نعوض عن مناطق أخرى. يعني جذبنا السكان إلى منطقة منخفضة الكثافة، فخففنا ضغط عن مناطق مرتفعة الكثافة. طبعا مشروع موضوع أمامكم، البنية التحتية للألعاب الرياضية، مقوماته، قلة في عدد السكان، مساحات واسعة. هذا رأي، ممكن أن نقوم بوضع مشروع آخر. الفائدة منه تشجيع الاستثمار، زيادة الدخل الوطني، توفير فرص عمل، فلا يوجد أي مشكلة. أي مشروع يراه الطالب مناسب، شرط وجود المقومات المناسبة والفائدة والجدوى الاقتصادية منه أيا كانت الكثافة. هو الغاية هون التركيز على الجدوى الاقتصادية. نعم. من هذا الأمر مثل ما ذكرتي حضرتك، منخفضت الكثافة وأقيم جسور ضخمة، لماذا الجسور؟ يعني نصرف أموال طائلة بغير مبرر. أما مثلا مزدحمة السكان، جسور، الأنفاق، المترو، كذا، بخفف من حالات الاختناق المروري على السطح إلى داخل الأرض كما في أوروبا أو في الدول العربية الأكثر ازدحاما. نعم. ننتقل إلى صفحة 120. طبعا هنا نص عن حمى الذهب. تحليل النص، في حال ورد سيكون هناك تحليل نص واضح، لماذا هاجر هؤلاء السكان، ماذا فعلوا في المنطقة التي هاجروا لها، كيف أنعشوها بالاستثمارات الموجودة. الخرائط الموجودة صفحة 122-123 هي لنقرأ ماذا يوجد في سوريا. الكثافة السكانية في سوريا واضحة، ليست للحفظ هذه الخرائط طبعا، أماكن توزع الثروات أو غيرها، فقط لنقرأ. ففي حال ورد السؤال ستكون الخريطة موجودة ليقوم الطالب باستثمار المكان. يكون في تظليل يعني، مو شرط ألوان. نعم. سنتوقف عند صفحة 126 أستاذ أيمن. بالنسبة للهجرة، آثارها السلبية وآثارها الإيجابية. للهجرة آثار، في عنا آثار طبعا. الهجرة في خدمة التنمية، من العنوان ما ذكرنا جميعا وكررنا أنه قراءة النص جزء لا يتجزأ من السؤال، فأنا لما بقرأ النص أستطيع الإجابة. تعاني دول عديدة بمختلف أنواع العالم، تعاني دول عديدة في مختلف أنواع من مختلف أنواع الهجرة لأسباب متعددة، وينتج عنها أثر سلبي سواء في الدول المستقبلة للمهاجرين من زيادة لأعداد السكان فيها. إذن بدأت زيادة أعداد السكان، الضغط على الخدمات، صار عندنا أثر سلبية بما يفوق قدرتها الاستيعابية.
أما على الدول المرسلة للمهاجرين فحدث تغير في توزع السكان، خاصة نسبة الأغلب أو الأكثر هجرة هم الشباب الذكور، نسبة الشباب الذكور، فبالتالي هذا بيحدث خلل فترتفع نسبة الإناث في الدولة، والافتقار إلى الكفاءات واليد العاملة. طبعا احنا هون شرحنا، اما انا كطالب تغير لتوزع السكان خلاص، افتقار الى الكفاءات واليد العامله انتهى، هذه اثار سلبيه. الهجره الدوليه اثر ايجابي في التنميه في عدد من الامور، منها التحويلات الماليه التي يرسلها المهاجرين لبلدانهم، يعني بيتم تحويل الاموال من مكان الى اخر، ونحن عايشين بسوريا، اخي في الامارات يرسل اموال للعائله، العائله ستستفيد، هي التحويلات الماليه. تبادل المعارف والخبرات المكتسبة، مشاريع استثمارية مشتركة يؤسسها المهاجرون في تلك الدولة، فبالتالي نمو اقتصادي في الدولة المرسلة والدولة المستقبلة كأثر إيجابي لهذه الهجرة. شكرا أستاذ أيمن. أنسة رشق إذا سمحتي سنعود إلى وحدة الترب صفحة 103. الطالبة التي تسأل عن أو الطالب عن توضيح الصورة 103 تحديدا البني والرمادي. البني والرمادي. سأعود فقط للشكل. صفحة 103 هذا هو الشكل واضح أمامنا. طبعا اللون الأسود دليل وجود الدبال. لاحظي من اللون الأسود هناك تناقص باتجاه البنية وهناك تناقص باتجاه الرمادي. تناقص باتجاه البنية أوصلني إلى نسبة عالية في النهاية من الحديد. طبعا تربتين الرملية والطينية فقيرتين بالدبال. التربة الطينية لونها أحمر بسبب وجود أكاسيد الحديد، فكلما تناقص الدبال يختلف لون التربة. هو اللون البني دليل تناقص الدبال فقط لا غير. وأوصلني في النهاية إلى أنه عندما ازداد الأكسيد الحديد طبعا واضح اللون الأحمر. في الجهة الأخرى تناقص الدبال لون رمادي واستمرار التناقص طبعا، ولكن مقابل زيادة نسبة الكلس، يعني لم يتناقص الدبال فقط لكن هناك زيادة لنسبة الكلس فأوصلني إلى التربة الرملية. يعني تناقص بالدبال، زيادة كمية الكلس تربة رملية، تناقص الدبال وزيادة أكسيد الحديد هو التربة الطينية الحمراء، هذا هو أي الألوان فقط لا غير. هل هناك أسئلة أخرى؟ أنسي رشا في سؤال غير ظاهر في الأسفل لننهي الجلسة. طبعا بالنسبة للنموذج الامتحاني نفس النموذج، لكن هناك اختيار، سيكون هناك اختار 5 من 6 أو اختار 4 من 5، فقد دخل له سؤال اختياري، هذا هو التغيير الذي حصل. وطبعا الوحدات المطلوبة بحسب التعميم الوزاري هي الوحدات 7 الأولى من وحدة الفلك وحتى نهاية وحدة السكان. صفحة 127. ما ظهر السؤال؟ ما في، لا يوجد كتب محلولة. طبعا الكتب المحلولة لا يوجد كتب من وزارة التربية أو من المركز الوطني، كل كتاب محلول هو اجتهاد شخصي لي أحد المدرسين اجتهد وقام بالحل، قد يكون قد أخطأ كثيرا بالحلول، فرجاء لا نعتمد على النوط الموجودة في الأسواق وإنما الاعتماد على ما أخذناه في المدارس، على هذه الجلسات الامتحانية وعلى كل ما هو رسمي من وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. الخريطة أعيد وأكد هي خريطة سوريا، الأنهار ومراكز المحافظات مع تسمية الحدود فقط لا غير. كل الشكر لكم أعزائي من المنصة التربوية السورية، أشكركم أحبائي الطلبة، أشكر الأساتذة الأفاضل الأستاذ أيمن بهيج، الأستاذ نور كامل، والأستاذة مروة الحموي. أنا راغدة محلة منسقة المادة، نتمنى لكم التوفيق في الامتحان النهائي. شكرا لكم. شكرا لكم.